السعودية تعزل شبكة تمويل الحوثي الدولية. عقوبة جديدة تشدد الخناق على الشبكة الدولية لميليشيات الحوثي المتعددة الجنسيات من جهة، ولإيران الداعمة والممولة لها من جهة أخرى. بضربة واحدة أدرجت السعودية 25 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب، وذلك بعد نحو شهر واحد فقط من عقوبات مماثلة لدولة الإمارات وأمريكا طالت ذات الشبكة الدولية التي تمول ميليشيات الحوثي في اليمن. توقيت العقوبات السعودية ضد كبرى القنوات المالية لميليشيات الحوثي يشير إلى أن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية باليمن بدأت في تفعيل آليات الضغط القصوى لقطع شرايين إمدادات الإنقلابيين ردا على هجماتهم الإرهابية بالتزامن مع دعمها جهود السلام. وتكمن أهمية العقوبات على شبكة الجمل الحوثية المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا، وتمارس البيع غير المشروع للنفط والبضائع الإيرانية في الخارج، في كونها تخنق تجارتها المشبوهة وتوسع من دائرة الملاحقات الدولية، فضلا عن كونه ردعا قويا لكل من تسول له نفسه التعامل معها أو يحذو حذوها. وبحسب التقارير الأمريكية والسعودية والإماراتية فإن الشبكة الدولية للحوثيين تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات تهريب الوقود والمنتجات البترولية للمشتقات للميليشيات الإنقلابية والحرس الثوري الإيراني وفريق القدس وحزب الله الإرهابي.